تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من خلال المتطوعين أمام معبر رفح البري. هذا وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل إجراءاتها التعسفية التي تمنع دخول المساعدات، مما يفاقم الأزمات الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة. المزيد مع مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية، يعني مع حلول عيد الأضحى المبارك ويعني الاحتياج الأكبر لأهالي قطاع غزة يكون للمواد الغذائية، بتواصل مصر تكثيف الجهود في تجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، وفي مقدمتها بالطبع تكون المواد الغذائية لإرسالها لمنفذ كرم أبو سالم لدخولها إلى قطاع غزة. لكن يقابل ذلك على الجانب الآخر لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعنت المستمر في عدم إنفاذ أكبر عدد من هذه المساعدات. فكنا نتابع خلال الأيام الماضية عدد قليل من المساعدات الذي دخل إلى قطاع غزة، على الرغم من تجهيز مصر لمئات الشاحنات يوميا. وعلى سبيل المثال اليوم أيضا لم تدخل أي من الشاحنات، سواء مساعدات إنسانية أو حتى وقود، نظرا لأن اليوم السبت إجازة رسمية لدى الجانب الإسرائيلي. وبالتأكيد استمرار إسرائيل في وضع القيود على دخول المساعدات يفاقم الأزمات الكارثية والصحية، وأيضا يجعل سكان أهالي غزة يعيشون مستويات يائسة من مستوى المعيشة، كما تحدثت منظمة الأونروا اليوم، وأن هناك أيضا أكثر من 50,000 طفل يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد. وهذه الأزمات الصحية تحدثت عنها أيضا الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن هناك أكثر من 3,500 طفل مصابون بأمراض مزمنة، وأن المستشفيات الميدانية التي تعمل في جنوب قطاع غزة يعني تعمل بشكل جزئي وقد تتعرض للتوقف في أي لحظة. بالتأكيد استمرار إغلاق معبر رفح يساعد في كثير من الأزمات الصحية، كما تحدث مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية داخل قطاع غزة بأن استمرار إغلاق معبر رفح يعني يهدد بوجود كثير من الأمراض والإصابات لدى الجرحى والمصابين داخل قطاع غزة، بالتأكيد الذين يحتاجون للعلاج خارج القطاع. فبالتالي الوضع الإنساني يعني مزري للغاية بسبب عدم إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. على سبيل الوضع الميداني، هناك يعني تجدد القصف المستمر على مناطق مختلفة من غرب مدينة رفح الفلسطينية، وربما اشتد هذا القصف منذ مساء أمس وحتى اليوم. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.